التعامل مع تطوير النظم بيتم وكأننا بنتعامل مع مشروع، مشروع له بداية محددة ونهاية محددة، وما بينهم في مجموعة من الأنشطة الأكتيفيتيز اللي المفروض بتضمن الوصول للمخرج اللي احنا عايزين نوصله. لازم يكون في إطار ضابط، إطار بيحكم الخطوات دي بتتم إزاي، أو فريم ورك، والفريم ورك عادة بنقول عليه SDLC أو System Development Life Cycle. والSDLC كنا قديما بنقول عليه إن هو مجرد فيزز، مراحل، مرحله تخلص تبدا المرحله اللي بعديها، وكنا بنتكلم عن اربع مراحل اساسيه هم الاناليسيس ديزايننج بروجرامينج تيستينج. والطريقه دي في تطوير النظم تحديدا عملت مشاكل كثيره، لان كان في صعوبه في الرجوع من مرحله لمرحله، علشان كده تم تطوير او تم الاعتماد على الاجل اكتر او الاطار الرشيق اللي هو بيسمح ان انا اتحرك ما بين المكونات بشكل اسهل. في الاجل ما عندناش فيزز، انا بتكلم عن انفورميشن سيستم تحديدا، انا عندي بروسيس، عندي كوربس، عندي عمليات اساسيه. العمليات دي هي مرتبه، لكن ما فيش ما يمنع انها تتم مع بعض. العمليات دي هي ايدنتيفاي ذا بروبلم اند اوبتين ابروفل، بلان اند مونيتور ذا بروجكت، ديسكفر اندرستاندينج ذا ديتيلز اوف ذا بروبلم، ديزاين ذا سيستم، بيلد اند تيست، وفي الاخر خالص كومبليت ذا سيستم ديبلويمنت. الست مراحل او الست عمليات دي كل عمليه جواها المين اكتيفيتيز بتاعتهم اللي هنتكلم عنهم ان شاء الله في فيديوهات لاحقه.